لم يبق لدينا ما نعطي، أعطيناه حتى أعظمنا وجماجمنا ومضينا مقهورين. أصدقائي المشاهدين في كل مكان، يسعدني يكون معايا الفنان الصديق الجميل محمد هارون. أهلا وسهلا. مساء الخير، الله يحييك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا في بيت الفلسطيني بمساقة. أستاذ محمد، أنت ما نطقتش كلمة واحدة لكن قلت كل حاجة. مو هذا اللي صاير للأسف، في ناس مخفيين في العالم وبنفس الوقت هم مكشوفين. النظام العالمي الغربي انكشف إلى حد كبير، وفي المشهد اللي عملناه العرب عم بتناقشوا وبتقاتلوا وبتصايحوا، وراحت بكيس الناس اللي راحت عليهم. الفقراء هذول اللي مش بس موجودين بفلسطين، فقراء من المغرب للمشرق، من عدن حتى حلب. أمتنا العربية بعد أحداث غزة، بعد 7 أكتوبر، الأمور انكشفت، العالم انكشف بين المجرم والضحية، بين الأبيض والأسود. والآن يعني بنشوفنا مع بعض، الجنوب أفريقيا، ناميبيا، الدول الفقيرة، الجزائر، الدول اللي انطحنت من الاستعمار، الغرب لليوم يعني بتعامل معها بدونية. فأنا عملت الدور هذا بانتومايم، والكل الحمد لله يعني كان الكثير مبسوط من الدور. وأنا لم أنطق بكلمة واحدة على رأيك، لكن الحمد لله وصلت الفكرة أنه هذا النظام الإمبريالي المخفي الصهيو أمريكي اشتغلته خلال 7 دقائق، كان يعني الحمد لله بيرفكو تمام. الكل أثنى على هذا الدور، أثنى عليك شخصيا، وحتى دكتور جورج وديع، كل الناس تفاعلوا جدا. أنت كنت شيطان حقيقي. لا يا عم، طيب ما كنت في الفيلم اللي قبله محترم وكنت طيب، الطيبة هاي ما نفعتني، الطيبة بالفيلم أخذوا أرض. يعني الفيلم أنا بستقبل كل الغرباء وبقدمها للقهوة، لكن يا صديقي العزيز الغرباء لا يشربون القهوة، وهذا ما رددوه. هذول أخذوا أرضنا وبيوتنا وكذا، ولسه وقتلوه، قتلوا شخصية أبو شلبك اللي أنا عملتها بالفيلم. وهذا الشخصية الطيبة لا تنفع بهذه الأيام. أنت تكون صاحي، تكون صاحي واعي، لأنه في لك أعداء للأسف بتعتقدهم أنت هم قيادات، وهذا ما ظهر في أكثر من مكان. بدناش نحكي تفاصيل يعني هنا أو في غير هذا المكان، في بلد إحنا مفروض يكون فيها ديمقراطية ووعي وتقدم وإنسانية. كندا مركز الإنسانية، المفروض توقف مع الشعوب، مع قضايا اللي بتصير بغزة. عندنا اليوم 25,000 شهيد و 60,000 جريح ولا آخره. اليوم 100 عام، أنا بسميها 100 عام مش 100 يوم، لأنه 100 يوم اليوم في غزة يساوي عام. أنا بحكي على الأقل عن حالي أنا والناس اللي بغزة وغيري. الناس عم تصحى من النوم وبتشوف التلفزيون بترجع بتنام متوتر. فربما إن شاء الله، شوف بالنهاية لا صح للصحيح، وهذا الشعب اللي قدمه بغزة يعني هذا يعني ما لدينا وأعطيناه، لم يبق لدينا ما نعطي، أعطيناه حتى أعظمنا وجماجمنا ومضينا مقهورين. لكن إن شاء الله النصر قادم قادم قادم. هوا تورونتو معكم أينما كنتم.